وكمان 3 سنين. واتنين عمود فوق اللي السطر بشتغل سلسلة واحدة، وغرزة نص عمود بدخل بالإبرة في السلسلة الأخيرة من الثلاث سلاسل اللي بدأت بيهم.
لما بيكمل مجموع السطور 9 أو حسب حجم الشنطة اللي عايزينه، نبدأ نشتغل سطر من غرزة الحشو على 3 ضلوع بس من الوحدة المربعة دي. فبرتفع بسلسلة وأعمل حشو من تحت غرزة النص عمود واشتغل حشو فوق كل عمود. وافوت اول عمود بيقابلني واعمل حشو في العمود الثاني. ولما بوصل لآخر الضلع ده بكون كملت السطر الأول من سطور الحشو، بنهيه بغرزة حشو فوق سلاسل الركن، وبعدين ارتفع السلسلة ولف الشغل وارجع بحشو فوق الحشو من غير تزايد أو تناقص.
بتكمل معايا سطور الحشو 5 سطور. بكرر الشغل نفسه من البداية مع الجنب التاني بنفس الأعداد. ودلوقتي هنشوف أنسب طريقة للتشبيك اللي هتديني شكل حلو ومظبوط للشنطة. بخلي ظهر الشغل في الجهة الخارجية ووش الشغل في الجهة الداخلية. وأدخل بالإبرة في الحلقة الأمامية من الجنب الأول والحلقة الخلفية من الجنب الثاني وأعمل منزلقة. ثلاث ضلوع ببدأ أشتغل على الضلع الرابع
وفي السطر ده بحدد مكان اليد وارتفع بأربعين سلسلة. واسيب 18 غرزة واكمل حشو. وبنفس الطريقة اعمل اليد التانية. واقفل السطر ده واعدل الشنطة ارتفع باتنين سلسلة علشان اعمل اخر سطر في الشنطة وهو سطر بغرزة نص عمود. فوق كل غرزة نص عمود بما فيهم طبعا سلاسل اليد، بدخل بالإبرة جوه كل سلسلة. الشنطة كبيرة وعملية وتاخد حاجات كتير وفي نفس الوقت شيك ومختلفة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو بتسمعوني لأول مرة اشتركوا في قناتي عشان لسه عندي أفكار كتير للشنط الكروشيه. باي باي.